الغزالات البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ ايوا يا اختي، وصل النهار اللي غنمشي فيه، ويلا كنت كنصور ستوري ما ساخياش. موالفه كنبقى واحد شهرين 3 شهور حتى كيطلع ليا المغرب فرنسي. ولي اوضح هاد القضيه باش ما نقولش لك زعما لك زعما يطلع لك فراسك، لا لا، اي بلاد غتمشي لها غتبقى واحد المده كطلع لك فراسك. اختي كتجي عطله لتركيا، كيطلع لها تركيا فراسها، تمشي تبقاي في بالي تطولي فيها شويه غتطلع لك فراسك وغاب. دونك كنت كنبقى شهرين 3 شهور حتى كنطج، حتى كنولي بغا نمشي فهمت. صافي المهم كنمل اللي كديري اليوم الايام الاولى كتمشي بلاي جداد، هادي تشوفي الحباب تشوفي صحاباتك هذا، من بعد كضربي 3 شهور كامله كتولي داكشي اللي كيدار اليوم كيتعاود غدا، صافي الملل. ممكن ولي باغا عايم تمشي. دابا هاد المره درت غير 18 يوم في الاول، جيت لو 28 وكنت دايره لو 15 غنمشي واجلته لو 18. دونك شحال زدت؟ كانت عندي 15 يوم زائد يومين هي 16 17، حيت جيت في 28 كنت دايره 17 يوم زائد زدت 16 17 18، 3 ايام 20 يوم. 20 يوم هاديك درت 20 يوم داز الطيارة، كنحس براسي بحال لا غمض عينيك حلو ما راه غادا، يعني تمن عرفتي راه ما يمكنش، وسورتو داز عام راه وجري جري راه بحال غم سيمانة ولا بحال ضربت واحد 4 ايام ولا 3 ايام. انا بعد حسيت بها الطيارة، واخا راجلي كيقولي ها انتي كتحسي بها الطيارة، حنا داز هنا مجبدة. مارت مسكين توحشتو، فرحانة بغا نمشي، توحشت ولدي، توحشت راجلي، توحشت داري، توحشت نتكالم شوية. المغرب فيه جري بزاف، بغيت نصمت على ضيماتي وأمي مخربقة عندي مشاعر فهمتي، فرحانة حيت غنمشي وكئيبة حيت غنمشي. يلا فهمت، المهم راه تكونوا عارفين عرفتي ديك ديال مساخياش، ولكن أمي توحشتي راجلك وولدك وهذا. المهم عندنا ما ندير، ضريبة تعيش غربة، ولو تكون عارف مدينة أخرى، تكوني مثلا تزوجتي وسكنتي في مراكش ولا هذا، والديك في كازا ولا هذا مثال، يعني أي مدينة كتهبطي مرة في العام مني يخرج مني يكون العطلة ديال الصيف تهبطي عند والديك تجلسي معاهم 10 أيام ولا 15 يوم ولا شهر، وكتبغي ترجعي لدارك وهذا عاوتاني، ولكن أون ميم طو مكتسخيش بوالديك فين ما، يعني الغربة راه تمشي بالضروره حتى تمشي برا البلاد. راه كاينين بنات كيقراو مساكن خارج المدينه ولا مزوجين بعد على عائلتهم، حتى هذيك راه غربه. ايوا هو هذا اش غنقول لكم، انا باقي ما خديت لهم بسم الله سميت، بغيت نخليهم حتى النهار الاخر باش يبقاو طازجين من هنا للفريكو. غناخذهم دابا هما الاخرين اللي بقاو ليا، وغنمشي نصيب شهر صافي، غنتغدى ونمشي الطياره دوشت. ايوا هو هذا الطيارة عندي تاع 6 العشية، 4 خصني نكون في المطار، 3 غنخرج من هنا. دابا شحال الساعة؟ دابا 12:30. عرفتو واحد الجري هاد الصباح، معاودش ليكم يلا صيبت شهري حتى لاخر، خصني نورمالمون نخرج دابا، خصني نكون شادة الطريق للمطار دابا 3. خويا ما جابش ليا الطونوبيل يوسف، قالك ما كانش فراسي انتي غادا اليوم، وانا السيمانة كلها وانا اللغط، انا غادا نهار الخميس الطونوبيل الصباح حتى حد ما يهزها، حيت غنبغي راكم عارفين غتبغي تمشي تصايب شهرك، ديري هادي تقداي هادي كنزة بشوية. اش كنت كنقول ليكم، انا خوافة في الطريق، وليت خوافة ونفيت شحال اللي ما كنتش خوافة. قلت لكم هو السيوس ما سمعنيش، مشيت خرجتي خارج المدينة كاع حتى خارج كازا من 10 الصباح، وانا نعيط انا في الطريق مع جاني مع الجوج ياك، لا ويلي تا جوج و 25 دقيقة، جوج و 25 لا 35، وانا قيلة لي غنخرج مع 3 نشد الطريق، يعني امتى غنتقدا امتى هذا زعما كون بقيت معاهم. يعني Everyone's taking their shot, but missing out.
Think she knows that she drives him crazy when she's looking like that. The way she's moving makes him want to. احنا وصلنا المطار كنس. زعما صورة ما صورتش ليكم حيت تعطلنا مع الطلا وزربانة ومع الصباح وديما ما بغات تحل وزيرناها بزاف عام داكشي علاش ما صورتش ليكم كنت زوين مش دابا صور ولا ما عنديش خاطر اللي غيصور دابا حتى ندخل المنطقة الحرة ويحمر يلا قلت له البارح قلت له خرج غتخرج خليني قلت له دابا مشي تديت يعني اخويا هذاك الدار وقلتي معايا وهذا 4 ايام من الاخر ما خرجتش كاع انا ديما حتى كندخل المطار عاد كتطلع معايا الصهده ديما توقع لي المهم هو هذا الشيء اللي عطى الله كنزه تاع اخر لحظه وكاد طلعت لي على البكين مسكين تخوى عليها الدار عمرتها لها الدار ايوا هو هذا ما بغيتش يمكن كنت بغيت نقول لكم حيت كنا انا وكنزا جايين وكنضحكوا على هذه القضيه على انا متبلده المشاعر بارده حتى في الفيديو ديالي فاش جيت المغرب وكنعنق خوتي وداك الشيء كاتبين لي بارده بزاف اكثر وحده كنشوفها بعدها وقتي نقول لك انا تاتي حساسه بزاف طبع كله طبع كاين واحد حساس بزاف شنو نقول لك يا انت يا ايبر سنسيبل ما يمكنش انا حساسه بزاف ما يمكنش هذا كاركتر انتي حساسه بزاف انا قوي صحاب بزاف صافي سالينا خرجي من باب كبير فهمت مساله الطبع ومساله سميت المهم حنا من باب سبعة حنا دابا تاع كنرفع الباجاج ونتهنى عاد كنرتاح نصور بقى عندي نفس الحاجه كتعاود في المطارات كانت تقادت واحد المده شويه نفس الحاجه تخيلوا الطياره اللي جيت فيها غطا دابا فرجها رجعت بخير لتركيا ولكن الطياره باش غادا لازمير دابا فيها غطا المهم ما نسبقش لكم الاحداث ما صورتش لكم البنات والله ما كان عندي خاطر في التصوير كانت عندي شي خدمه كنت غنطيح طيحه ديال النفس ما نسبقش لكم الاحداث قلت لكم نزلت من الطياره وصلت عند دخلتي حتى لديك جوجونس 3 ديال الليل وصلت بخير جيت بخير كلشي مزيان مشيت للمعمر مع المسجد الصبابط كنقول كيفاش الصبابط عندي باب كامل المهم مشيت عند طفلتي بترتاحي تغطيه ارتاحيت عاود ثاني بقيت غير كرتاح كرتاح حتى هي جايه لازمير من ورايا غادي تجي واحد 10 ايام مكملش بلاتي ولا نطيح عاود ثاني صافي ايوا الغد ليه يعني البارح ارتاحيت الغد ليه اللي هو اليوم كانت عندي سيونس بريزونسيال كنفيق الصباح حتى كنلقى الاسيستونت ديالي مصيفطه لي ميساج مش دا ضروري تسمع هاد الاوديو حيت قلت لا انا ما تاخذي لي حتى سيونس لا السبت السبت اصلا انت السبت هو اليوم قلت لها زعما لا الجمعه نهار الخميس انا جيت لتركيا وصلت مع جوج ليل كليب قلت لها لا الجمعه لا السبت كامل اللي هو اليوم تمشي لداري لحد قلت لها حتى هو اصلا ما كنخدمش السبت لحد ولكن بعد المغرب كتقدر تاخذ لي سيونس قلت لها ما تاخذيش لي حتى النهار حتى النهار في نوع الباب ديال كنحس بمذاق الريحه في فمي ما عرفتش واش فاش
كنشرب الشيط الريحه ما عرفتش كنحس بالقهوه فيها الريحه. المهم قلت لكم شي وحدين بدلوا اليوم الباب وقاله كلهم غاديين فوج افواجا افواجا. قلت لكم الملتف لا المهم السبت الحد ما تاخذيش والاثنين حتى هو لحد غنضل مع ولدي. دابا غيجي راجلي يديني، انا باقا في اسطنبول دابا غيجي راجلي يديني غادي نبات في الدار حيت غنوصل معطله في الليل حتى لديك الوحده. مرات غيكون ناعسان بعد وستي، غدا في الصباح غنمشي عندو نجلس معاه شويه ونهزو ونرجع للدار. الاثنين خصني نبقى معاه شويه عاد نبدا نصيفطو للمدرسه ونخدم. المهم قلت لكم صافي لقيتها كتقول لي هاد البنت باغا سيونس من شحال هادي تكون حضوريه ماشي اونلي. قالت لك عزيز عليها اللي قالت لك نجلس معاك هكا يعني ناخذ العطاء مقابل ماشي بحال. قالت لي من بعد دابا نقدر ناخذ اونلي ولكن اول مره بغات تكون هكا فاس. صافي جاتني في الاول قلت لها نوصل تجري كامل وهذا وباقي تابعني نجري المطار وهذا تا ازميلا. قالت لها البنت ندي بلاصه عندها نقرب لها فيما بغات. صافي خديت السيونس كانت معرفه زوينه. تلاقينا في كافي في الصباح مع 12 درنا السيونس الصباح مع 12 المهم زعما الصباح ماشي بعد الزواج. دازت سيونس غزاله حتى ناخذ الاذن ديالها ان شاء الله ونعاود لكم تجربتها بيان سور ماشي لي ديطاي ديال حياتها وانما غير تجربتها مع قالت لك الفيديوهات ديالك اول فيديو كو قالت لي تعرفت عليك بطريقه خايبه من هضره الناس يعني كاع داكشي اللي كيقولوا هما حتى انا ظنيت هكا وكذا كي من بعد ملي بديت كنتفرج فيك وكنتبعك وهذا حاجه اخرى. قالت لي الفيديو ديالك ديال الاستغفار بعدا غير لها حياتها بطريقه خياليه. هذاك السمانه الاولى كتقول لك اللي دات الاستغفار كانت في خدمتها. المهم خدمتها بلي بريم قد ما كانوا 16 قد ما كتاخذي لي بريم. قالت لي ولات كل نهار كدير بيع مبيعه. قالت لي كل نهار كل نهار كنت زيرو وكل مبيعه راه مع البريم ديالها. من وراها في هذيك السيمانه عيطوا لها والدها جمع حوايجك اجي للعمره. كتقول لهم واش كضحكوا هذا جمع حوايجك اجي للعمره كل شيء مخلص كل شيء. وكتاب لها تقريبا في عام واحد ولا ما عرفتش المهم بحال هكاك عام ونص جوج ديال العمرات. وبدلت الخدمه شحال من مره وربحت فلوس والحمد لله. قالت لي مني بديت الاستغفار سمعتو بزاف الفيديوهات ما حسيتوش كيف ما انتيا وصلتيه ما اثرش فيا. قالت لي وكاين الطريقه باش شرحتيه انتيا وطبقتو عجيبه الحمد لله. داك انا راه حيدت كاع الفيديوهات خليت هذاك ديال الاستغفار الاجر اللهم لك الحمد. وعاوتاني سميتو قالت لي من وراء الفيديو ديال حسبي الله ونعم الوكيل. وكانت دابا في خدمتها كيقدر واحد من الجروب يشفر لك المبيعه ديالك اللي جبتي نتيا ياخذها هو ياخذ المعلومات ديال الزبون وياخذها لك. كانت فريمون خداها لها واحد وقالت لي اكتفيت بحسبي الله ونعم الوكيل. قلت يلا سامع الفيديو ديالك بقيت غير حسبي الله ونعم الوكيل بالمعنى اللي شرحته انا. حيت اغلبيه الناس كيقولوا حسبي الله ونعم الوكيل فيك بنيه الله ياخذ لي الحق الله غياخذ الحق وهي لا ماشي هذا هو المعنى ديالها. كان الفيديو كانت مشروحه زوانه وقال حيت الفيديو. المهم نبدا كاين البنت اللي ما شايفاش باش اللي تعاون الاستفاده ما ندوزوش خاويين. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي جايه من اسم الله الحسيب. ما معنى الحسيب؟ هي الكافي اللي كيكفيك. الوغ ملي كنقولوا حسبي الله ونعم الوكيل على شي امر كنكونوا كنقولوا يكفيني الله ونعم من اوكله امري. يكفيني الله. الوغ هنا فاش كي انا مثلا فاش كنقولها بنيه شي واحد وكاين واحد الايه كيقول لك اليس الله بكاف عبده. وهاد كافين راه جامعه فيها كل شيء. يكفيك شر الخلق يكفيك المرض يكفيك الحوادث المآسي الفاجعات يكفيك يكفيك في المال يكفيك في الضيقه ديالك يكفيك من كاع النواحي. ربي غيكفيك غادي تكون غيكون مغطيك داير لك تغطيه شامله. دونك حسبي الله ونعم الوكيل هي يكفيني الله ونعم الوكيل ديالي
اللي نوكلوا اي امر واي مشكل واي حاجه. المهم باش غندير درت شرح دغيا باختصار باش كاينه البنت اللي غادي تبغي انا عارفه غيبداو يسولوني مش داك كيفاش تحاسب الله انا وكيف باختصار باش ما يدوش الفيديو خالو صافي. قلتها نفسر الو كنقول لكم حتى فاش كيوقع لك مشكل اولا مثلا ضرني هذا الشخص انا واش كنقول حسبي الله ونعم الوكيل ما كنقولش حتى فيك ما كنقولش حسبي الله ونعم الوكيل فيك لا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل ولكن النيه عاوتاني ماشي هي ربي غيكفيني شرك ولا غياخذ لي حقي منك ولا غينتقم لي منك انا هي كاين اسم الله المنتقم ربي خير المنتقمين غينتقم لك انتقام شديد هذه حاجه اكيده ولكن انا كنستعملها انا ما باغاش ننتقم انا مسامحه بكل شيء انا ما كاين شي واحد دابا ما مسامحاش لي في حياتي يعني ما بغيتش نقول اللي ضرني واللي ما ضرنيش حتى حد ما ضرني اللي ضرني انا اللي فتحت لي مجال دونك انا اللي درتها لراسي واللي ضرباتو يدو ما يقول اه ولكن بالمعنى ديال الناس العاديه كيقول لك ضرني اداني ظلمني ما سمحش لي دنيا ولا اخره نقولوا كاع اللي ضروني اللي ما ضرونيش انا مسامحه كلشي دنيا واخره الله يسهل عليهم الله يرزقهم ما ترزقي تشتت عليهم كي الشتا من السما وينبت لهم كي النبات من الارض كي الزرع يعني الله يسهل عليهم فاش ما حطوا يديهم وخارجه من القلب فريمون ما كنقدرش نعبر دابا مع الناس كيشوفوا فيا قابلين معايا في كراسي انا قلت لكم شي فاش كنقول حسبي الله ونعم الوكيل شي موقف مع شي شخص او لما شي حاجه القصد ديالي الوحيد هي مثلا في هذا الموقف ديال هذه البنت شفر لها بيه اللي من حقها هي اللي خاصها هذيك المبيعه ديالها هي اللي قنعات الكليون دونك من حقها تاخذ ديك البريم حتى فاش غنقول مثلا بلاصه في هذا الموقف حسبي الله ونعم الوكيل ماشي بنيتي يا ربي تاخذي حقي فيه وانما فقط هو شفر لي البيه مشات بريم انا يكفيني ربي ربي يكفيني غيجيب لي 10 غيجيب لي 20 غيجيب لي 30 ولا غيجيب لي رزق من جهه اخرى كاع ولا غيعوضني شي حاجه ممكن ماشي ماليه ماشي ماديه يعني كنقول عاوتاني بالنيه ديال ربي كافيني الا مشى بيا انا ربي كافيني اصلا ماشي باش ياخذ لي حقي ولا شي حاجه ولكن رغم ذلك هي قالت هكا الغد لي هذاك السيد ضرب ماشي واحد في الخدمه جراو عليه هو وياه صدق لها هذه لهذه المبيعه ما مشاتش ليه ما رجعتش ليها مشات لواحد اخر ولكن حتى هو ما ربحش بها فالحمد لله ربي كبير. المهم بالنسبه للتجربه ديالي انا راه كنت بارطاجيتها اول مره غادي نقول حسبي الله ونعم الوكيل بوعي يعني شحال هادي ما كنتش كاع كنقولها حتى الا كنت قلتها زمان غنكون قلتها بنيه الله ياخذ لي الحق فيك يا حسبي الله ونعم الوكيل فيك اول مره نقولها بهذا الوعي اللي شرحت لكم دابا ديال ربي كافيني هي واحد المره في رمضان اللي فات اللي قبل منه في المغرب وقفت دوزيام بوزيسيون بلاصه الطوموبيل تقديت قبل الفطور ديك نص ساعه داكشي اللي باقي خاصها الكريمه هادي هادي كفته وكذا وزربان وراكم عارفين بنادم معرقان وصاد وزحام وكلشي كيتجارى فوقيت الفطور وسخفانه والجوع صافي بقات شي ربع ساعه ولا 10 دقائق الفطور كتعرفوا المخبزه كتكون عامره وكيكون كلشي مبلاصي قدامه وكلشي مبلاصي دوزيام بوزيسيون كنت مبلاصي دوزيام بوزيسيون الطوموبيل بلاصيت دخلت المخبز الصف عامر دخلت ما كملش 10 دقائق خرجت كنسمع شي صوت مولات الفيات مولات الفيات مولات الفيات خرجت لقيت البوليس تخيلي من بين الطوموبيلات كاملين اللي واقفين هذاك السيد كان باغي يخرج من اللي حابسها انا الاخرين حتى هما راه دوزيام بوزيسيون ما وقع لهم والو ولكن هذاك السيد حيت عيط للبوليس حيت باغي يخرج ما قدرش يدخل للمخبزه ويقول مولات الفيات ونخرج ونحيدها لي ولا المهم دبر راسو كله كاين اللي ما عندوش الصبر ما كيقدرش يصبر المهم باش يدخل يقول مولات الفيات وتجي تحيدها لي معيط محن فين كاودني ها هي معيط حتى للبوليس جايبتها للبوليس المهم غيقيدوا لي بروس وانا مخرجه معايا ما مخرجه لا كارط لا والو الجلابه وبزيطيمي في داك الصريف فيه واحد خرج شي 400 درهم ما كاملاش ولا 300 ولا هذا دخلت كافو خذ هذه خذ هذه خذ هذه بقات عندي شي 20 درهم مع الخبز مخرجه لا تقضي وديك الساعه البنات اللي متبعيني رمضان اللي كنت في المغرب غادي يعقلوا كنت دايره تحدي ديال كنهز معايا داكشي اللي غنخسر باش ما نخسرش فلوس حيت كتخرجي بالكارت ديشي كتبقاي تعمري الشاريه وتعمري تعمري كتحطي 1500 2000 درهم لا ما وصلتيش لكثر وكتخرج تبقاي خاصني هذه خاصني تاخذي اللي خاصك واللي ما خاصكش
توليت كنخرج خاصني نتقدى هذه شحال خاصني 100 درهم كنخرج 100 درهم خاصني 200 درهم 200 درهم خارجه على شحال ديال 1000 درهم 1000 درهم خارجه على التموين خارجه على قد التموين دونك ديما كنخرج حد فقد وقف عليا البوليسي قال لي غتخلصي 300 درهم ولا ما عرفتش قلت لي ما عنديش قال لي دونك غندير بيرمي ناري وانا ما كنحماش وغتكونوا كلكم كلنا كتحماش داك الجرجر ديال الادارات سير الغد لي طلعي تبعيه باش تجيبي البيرمي وهادي وهادي وكتزيد كتزاد عليك كل نهار اللي تعطلتي كيتزاد عليك الفائد فقدت وصيمه في الجوع وهذا والصاد ويلا متحسخه القضيه كيقول لي غندير لك البيرمي صافي ديها شغنقول لك مشى كيكتب فوق من طونوبيلته كيعمر هذيك السيماره ولا ما عرفت شناهي هو كيكتب انا هبطت ما انا اصلا هذه ديما كنقولها ماشي ما عندهاش علاقه بالبوليس هما كيديروا خدمتهم ولكن انا برمجه مع ماما ماما ديما كانت كيوقفوا البوليس كتبكي وكتقول لك نقطع فلوس ويلوحهم في الزبل نصدقهم وما يمشيوش ليا على البوليس حيت كنحس براسي كنت تكريسه كيتحيدوا ليا غصبا عني رغم انك انت اللي كتكوني دايره مخالفه هذا انسان الكادي خلاه تبارك الحاله الانسانيه الغفله كتسهي كتلفي ما كتقدرش تشوفي الاشاره بعض المرات ديال لاقيف ولا هادي ولا ديال ممنوع الدور ولا هذا سبحان اللي ما يساوي علينا حنا انسان ويسكو بعد انت ما كتكونيش كتخالفي اكسبري وديري شي مخالفات زعما بحال الدراري اللي كيطيروا كيديروا مخالفات زعما كتبان لك عمدا كتكوني انت يا غتالفه ولا هادي وزربانه وكتوقع كتحسي بكريساك انا بعد هكا هو راه كيدير غير خدمته وانت مخالفه ولكن حيت انت ما قاصداش دير ديك المخالفه وداك الشيء المهم انا ما كنحمش شي يكون عندي ديك الساعه الفلوس وما كنحمش يديهم ليا البوليس مشى هو يكتب تكيت على الفولو هبطوا جوج دميعات بحال هكا عقل على راسي زدت راسي ونشوف في الريتروفيزور في المرايا ونشوف راسي عيني عامري من الدموع اول مره غنطبق قلت يلاه جاتني المعلومه بهذا الوان وانا نقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بنية ربي كافيني صافي غنمشي وغنجيب بيرمي وليها الله ولكن قسما بالله وجاني واحد الشعور وانا كنقولو عارف ربي غيكفيني ما نقولش غيكفيني شر هاد البوليسي ما غيكفيني هاد الحاجه هاد التسخسيخه اللي غنمشي نجيب بيرمي كنقولو عارف ربي غيكفيني حيت حسبي الله ونعم الوكيل وكلت الامر قسما بالله البنات ورا السيد راه يقدر يعاود يشوف فيديو عاود حتى في لايف عاود حتى غدا يقدر يجي قدامه ويشوف وغيعرف راسو هو داز واحد الا ما خفت نكذبش بي ام من الجهه اللي الجهه الاخرى دازت قال شي واحد شي حاجه ما سمعتوش غوت دار بلاصه عطى البوليس يخلص لي المخالفه ما كنعرفوش ما هضرش معايا قسما بالله خلص لي المخالفه قلت لي عافاك عطاني لو غيب ديالك نعطيك هذا طلبت قلت لي شكرا هذا سميتو تخيل قال لي رد السيده وريقاتها وهذا خلصها لي قلت لي عافاك لو غيب ديالك هذا قال لي لا قال لي ترحم لي على الوالده كانت الجمعه واقيله قال لي ترحم لي على الوالده ما بغيت والو ما عطانيش فرصه نهضر بزاف هذا قال لي لا شكرا دغيا ركب الطوموبيل ومشى عافاك ورد لي انا البوليسي وريقاتي وبيرمي ومشيت للدار شوفوا ربي كيفاش كفاني ناري داك النهار انا رفش يا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحسيب الكافي راه قال في القران وربي ما يكذبش حاشا اليس الله بكاف عبده المساله فين كتبقى ديال الناس اللي او علاش انا ما كيكفينيش الله علاش الناس كيطبقوا الواقع على الرزق وكيوقع لهم الرزق في حياتهم وانا لا علاش الناس كيطبقوا الاستغفار كيوقع لهم وانا لا علاش الناس كيطبقوا حسبي الله ونعم الوكيل وكيحتسبوا الله فعلا كيكفيهم الله وانا لا ربي ما يكذبش عليك ربي كيقول الحق في القران المشكل كيكون الخلل فيك انت ماشي كان ما كنهين حد نوال خاصك فريمون تكون مؤمن بان ربي غيكفيك شتي الا قلتي حسبي الله ونعم الوكيل انت مآمن بأن ربي غيكفيك راه غيكفيك كون أكيد المهم شوفوا منين فين ولينا هو هذا المهم هاد البنت عاودت لي تاهي تجربتها معها حسبي الله ونعم الوكيل مرة ما سمعتها عندي ونعاودها دابا نجدد الحسنات شحال من بنت دابا غتطبقها وتعاونها في حياتها
بالنسبة للاستغفار الفيديو راه باقي في 40 دقيقة شارحة بالضبط كيفاش بديت نستغفر من أعوام وهذا، والحد الآن أقل حاجة هي 1500 استغفار في النهار باستشعار. اللهم لك الحمد والشكر. المهم أنا دابا غادا الطيارة عاوتاني دارت غطاغ ديال ساعة كي ماشي مشكل، اللهم لك الحمد والشكر. غادا نمشي أختي نتلاقى مع الزوج نتاعي توحشتو، ولدي تا هو توحشتو، نمشي نتلاقى معاه راه كيتسناني حيت هو جاي بكري زعما على أساس دابا كنت خاصني ننزل من الطيارة، دابا أنا عاد غنطلع غطاغ ديال ساعة راه كيتسنى تما. إوا هو هذا. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي، مبغيتش نطول عليكم ونصور فلوق آخر إن شاء الله. باي.